شيماء الكردي ومعاه حاله الطقس. شيماء صباح الخير وكل سنه وانت طيبه. صباح الخير يا شيماء. حسيت بالزلزال ولا زينا؟ لا احنا في الدور الاول فما بنحسش قوي. مكان واحد. صباح الفل. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. شكرا. اهلا بكم مشاهدينا، كل سنه وحضراتكم طيبين. نبدا خدمتنا اليوميه مع حاله الطقس. فتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم الثلاثاء استمرار الاجواء الخريفيه وانخفاض في درجات الحراره على كافه الانحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، مائل الحراره على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. اما عن حاله الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافه الانحاء. واوضحت هيئه الارصاد الجويه ان اليوم يشهد نشاط للرياح على مناطق في جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعه وشبوره مائيه في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤديه الى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. وهناك ايضا فرص لنزول الامطار خفيفه على مناطق متفرقه من السواحل الشرقيه على فترات متقطعه. أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فدرجات الحرارة في القاهرة الصغرى 19 والعظمى 28، ودرجات الحرارة في اسكندرية الصغرى 20 والعظمى 26. أما عن مطروح فالصغرى 19 والعظمى 26. أما في بورسعيد فالصغرى 20 والعظمى 26. بعد كده نروح لشرم الشيخ فالصغرى 24 والعظمى 32، ودرجات الحرارة في الغردقة العظمى 32 والصغرى 24. أما في الأقصر الصغرى 22 والعظمى 34. وأخيرا لأسوان الصغرى 22 والعظمى 35. طبعا كالعادة بينضم إلينا هاتفين الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة أهلا بكي وصباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة. في البداية عايزين نعرف أحوال الجو النهاردة وممكن في الأيام المقبلة كمان. اهلا بحضرتك استاذه شيماء، واهلا بكل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم جميعا بخير والامه الاسلاميه جميعا بخير. احنا طبعا بدانا في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، بدانا منذ امس واول امس ومستمر معانا حتى نهايه الاسبوع ومنتصف الاسبوع القادم ان شاء الله. بدات درجات الحراره تنخفض اثناء النهار، وايضا انعكس ذلك على ساعات الليل المتاخره وفي الساعات الاولى من الصباح الباكر. بدانا نشعر احيانا بالبروده ونسمات الهواء البارده في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر، وخاصه المناطق المكشوفه والمدن الجديده، وده بسبب انخفاض درجه الحراره الصغرى اللي بدات تصل على القاهره ما بين 18 و 19 درجه، وايضا في بعض المناطق تصل على شمال الصعيد ما بين 16 و 15 درجه مئويه. هذا الانخفاض في درجات الحراره الصغرى بدا يشعرنا بنسمات الهواء البارده في ساعات الليل والصباح الباكر، فاحنا نقدر ان احنا نصطحب معانا جاكيت خفيف في فترات الصباح الباكر او احنا خارجين لعملنا الصبح بدري، او الاطفال طبعا اثناء ذهابهم للمدارس. ايضا الشبوره المائيه بتكون موجوده في الصباح الباكر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وده بيقلل الرؤيه الافقيه، لكن هي بتسمح بحركه المرور والسفر على جميع الطرق بكل امان، ما فيش اي مشاكل ان شاء الله. ايضا ما زال اليوم في فرص امطار على بعض مناطق من السواحل الشماليه الشرقيه للبلاد زي بورسعيد ودمياط والعريش ورفح، ويمكن في صباح وفجر هذا اليوم سقطت بعض الامطار على مدينه بورسعيد، لكنها كلها امطار خفيفه غير مؤثره تماما، ما فيش منها اي قلق او اي مشاكل ان شاء الله. طبعا حتى يعني بدايه من غدا وحتى نهايه الاسبوع الطقس مستقر تماما، ما فيش اي مشاكل في الاحوال الجويه، هناك نشاط رياح على بعض المناطق، ده بيلطف الاحساس بدرجات الحراره وايضا بنسب الرطوبه. أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك.